تحياتي، سامي بايونيرز، وماذا نرى لهذا السهم اللي ارتد واعتقد ان انهى الدوره السعريه بتاعته السابقه الهبوطيه عند مستويات 1.56 جنيه دي؟ لو احنا لاحظنا هلاقي ان انا بدايه الهبوط كان من هذه المستويات، ببساطه عملت موجه خماسيه لتكمله الاتجاه الصاعد او تصحيح وتكمله في الاتجاه الابيض. انا اللي يهمني من كل ده ايه؟ ان انا اول استهداف المفروض لمناطق هيكون المناطق دي بالنسبه لي، لمناطق ال 2.80 جنيه، لمناطق ال 2.70 جنيه. انا فين؟ انا ما زلت تحتها ورحت عندها وارتديت منها وبقوه. طيب يعني انا بالنسبه لي شايف ان ده كله كان مجرد يهمه واحد وتصحيحه جاي على شكل ABCXY لتكمله الاتجاه الصاعد، وهذا ليس تصحيح اندفاعي، ده مجرد تصحيح لتكمله الاتجاه الصاعد. طيب انا مستني ايه؟ انا مستني اشوف ردة فعل من المستويات دي. هل ده كان صعود انعكاسي؟ لا، ده تصحيح على شكل ABC لتكمله الاتجاه الهابط ايضا، والانعكاس حصل لي من المستويات دي. طيب يبقى انا المهم ان انا هاخد الايه؟ هاخد الموجه دي. طيب انا ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان انا عملت دوره سعريه، واضح جدا اهو، عملت دوره سعريه صححتها وعملت دورة سعرية، والمفروض ان انا اصححها ويكون الحد الادنى بتاعي هنا، وبعد كده اطلع استهدف الهدف اللي هو فين؟ اللي هو عند المستويات دي ما بين ال 2.80 جنيه لحد مستويات ال 2.70 جنيه. طيب كل الكلام ده جميل، انا دلوقتي هبحث عن ايه؟ هبحث عن شمعة صانع السوق في المنطقة دي. طيب رحت على فريم الدليل، انا عندي شمعة صانع السوق ممتازة 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 اهي، ودي بداية انفجار. طيب المفروض ان انا لو اي طريقة في غلاف الشمع بعمل ايه؟ ببتدي اشتري. كسرت الشمع يبقى انا اوت، يبقى انا الستوب بتاعي ال 2.13 جنيه، ومنطقة الطلب بتاعتي بتندرج من مستويات ال 61 لحد مستويات ال 38 فيبو، انا كسرتها وقوة. طيب انا هستنى ايه من المناطق دي؟ انا هستنى ردة فعل. لو رحت على فريم الساعة انا مستني ردة فعل، اعتقد ان بدأ يحصل اهو ضعف واضح جدا في المنطقة دي، وعندي منطقة دعم قوية جدا اللي عند مستويات ال 2.13 جنيه. طيب 2.21 جنيه اسف. طيب انا مستهدفاتي ايه؟ لو انا قلت ان انا عايز مستهدفات ال 161 فيبو من كل هذا، فانا ضربت مستويات ال 161 فيبو وضربت مستويات ال 261 فيبو، ودي كمان دورة سعرية مكتملة. طيب يبقى انا المفروض هعمل ايه دلوقتي؟ ابحث عن تصحيح لكل هذه الدورة. طيب التصحيح بتاعي فين حاليا؟ عند مستويات ال 50 فيبو، اعتقد انها مش هتتكسر، ولو نزل اعتقد مش هيكسر مستويات ال 2.13 جنيه. ليه؟ لان لو لاحظنا انا عندي منطقه مهمه جدا، منطقه كل ما برجع ليها كنت صعب جدا اخترقها، اللي هي المناطق دي صعب اخترقها، في المره دي انا اخترقتها، فممكن اكون بنزل عيد اختبارها ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد. انا شايفه السهم ده اول اهدافه عند مستويات ال 2.80 جنيه لحد مستويات 2.70 جنيه، وقد ينفجر ويزيد عن ده، لان احنا الواضح عندنا ان احنا عندنا دورة سعرية مكتملة من المستويات دي، واخر موجة منها جت خجولة جدا جدا وجت منقطعة. خلينا نشوف، واحنا عندنا تصحيح مكتمل، عندنا منطقة دعم قوية جدا اعتقد انها مش هتتكسر، خد المنطقة دي اللي ما بين 2.20 جنيه لحد مستويات 2.13 جنيه، كسرت مستويات 2.13 جنيه، انا برد سبب لحاجة بسيطة اوي اوضحها برضه. انا لما اخش كصانع السوق واعمل كل المجهود الشرائي ده ويتلغي، معنى كده ان انا ايه؟ كنت بسحب الناس عشان اسحبهم وبعد كده بوم هنزل، لكن اعتقد ان 2.13 جنيه مش هتتكسر، واعتقد ان السهم قد نذهب بيه الى مستويات اكتر من كده ونكسر مستويات ال 3 جنيه. الفكره حاليا ان الريسك مقابل الربح بسيط جدا، انت حاليا داخل عند مستويات ال 2.23 جنيه، والستوب بتاعك 2.13 جنيه، انا بتكلم 10 قروش في ربحية قد تتجاوز مستويات الجنيه، أعتقد يعني نسبة 50%، أعتقد فرصة ممتازة جدا، وبالتوفيق.